ميزة وجود الطيور في الطبيعة هي ميزة تلاقي اهتماماً من المهتمين والباحثين والمختصين في جميع أنحاء العالم. فالطيور تعتبر مؤشراً جيداً على صحة ونوع البيئة الموجودة حولنا، وتدل أيضاً على التغييرات التي قد تحدث في المستقبل على البيئة، وخاصة إذا كانت المناطق التي تعيش الطيور بالقرب منها لمناطق زراعية مثل أبو قردان صديق الفلاح، أو مناطق يتواجد بها العديد من الطيور كمكبات النفايات مثل الحدائق السوداء، أو فقدان الطبيعة لغاباتها وأشجارها بسبب عوامل عدة. وقد نجد أن بعض المؤسسات الدولية العاملة في مجال حماية الطبيعة والطيور وضعت الاستراتيجية العالمية لحماية الطيور مثل البيرد لايف انترناشنال والاتحاد الدولي لحماية الطبيعة انترناشنال يونيون فور كونسرفيشن اوف نيتشر. تشمل هذه الاستراتيجيات على عناصر أساسية منها حماية الأنواع الفردية من الطيور، وحماية المواقع المهمة للطيور وموئلها، حماية المناطق ذات الأهمية الخاصة للطيور. هذه المناطق تزود المهتمين والمؤسسات العالمية والعلمية بالمعلومات العامة والدقيقة عن الطيور وآلية حمايتها وحماية التنوع الحيوي فيها. مشروعنا الحالي وهو المناطق ذات الأهمية الخاصة بالطيور في فلسطين، والذي تم فيه دراسة 13 موقعاً شملت مدينة القدس وبرية القدس بني نعيم ووادي قدرون دير مرسابة وعيون الفشخة وأريحة وعيون العوجة وأم الريحان وعين قينيا ووادي المخرور ووادي القف ووادي غزة وأحراش أم الصفا. كما قام المشروع بدراسة بعض المناطق التي تقطنها الطيور المقيمة أو المهاجرة من خلال مراقبتها أو تحجيلها، وهي إحدى الطرق المستخدمة في المسح لمعرفة وضع الطيور سواء كانت مهددة بالانقراض في مناطق إقامتها ذات الأهمية أو هجرة هذه الطيور من أوروبا إلى إفريقيا عبر فلسطين في بعض مناطق هجرتها. لهذه الطيور جميعها علاقة مميزة في إدارة التنوع الحيوي وتعزيز إدارة حماية النظم البيئية والتوازن البيئي في كل منطقة. لقد قامت جمعية الحياة البرية في فلسطين بتحديد المناطق ذات الأهمية الخاصة للطيور لأول مرة عام 1999، وتبعتها الجمعية بدراسة أخرى في عام 2016 من أجل تحديد جديد أو إجراء تعديل على المواقع التي تم دراستها سابقاً وتم توثيقها ومعرفة وضع الطيور المحلية أو المنتمية للمنطقة أو العالمية منها، والتي كانت مهددة بالانقراض سواء بقيت كذلك أو انتقلت حالتها إلى وضع أفضل أو أسوأ. وقد خلصت الدراسة إلى إمكانية حدوث تغيير في وضع بعض الطيور التي تمت دراستها عام 1999 مثل طير العويصق في العالم أو في فلسطين. ومستقبلاً نطمح في فلسطين بأن يكون لدينا مشاريع حيوية أخرى مثل المناطق ذات الأهمية للتنوع الحيوي، حتى تتوفر لدينا المعلومات العلمية والميدانية لمساعدة المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية المختصة في وضع الخطط التنفيذية والمشاريع المستقبلية لحماية هذه الأنواع والمناطق. وتسعى جمعية الحياة البرية في المرحلة القادمة إلى دراسة المزيد من المناطق الطبيعية ذات الأهمية للتنوع الحيوي في فلسطين مثل واد قانا في محافظة سلفيت، ومرج بن عامر في محافظة جنين، وعين البيضة وتياسير في محافظة طوباس.